حالة استنفار تعيشها هذه القرية اليمنية. مع غروب شمس يوم رمضاني، الأطفال وذوهم يستعدون لوجبة فطور جماعية حتى تكتمل السفرة الرمضانية التي تظهر تكاملهم الاجتماعي الفريد. شهر رمضان المبارك عندنا له ميزة خاصة وروح إيمانية وتقارب الناس وتراحمهم، حيث أن الناس عندنا هنا في شهر رمضان خاصة في وقت الفطور يجتمع الناس جميعا، الذين يملكون شيء والذين لا يملكون، تصبح المائدة مائدة الجميع. تشرف سفرتهم الرمضانية على مسجدهم السابق الذي دمرته ميليشيات الحوثي عند سيطرتها على القرية، والذي يتذكرونه مع كل صلاة يقيمونها. هذا كان جامع إلى القرية كامل، ومسجد كبير 8 في 10، والمتبرع حقه واحد من السعودية فاعل الخير، ولما خش الحوثي فخفخه وقرحه. بعد تناولهم وجبة الإفطار وأداء صلاة المغرب بقليل، توجه شباب القرية إلى هذا المكان ليستمتعوا بلعبة شعبية تعم أرجاء اليمن، وتحديدا في رمضان، لينسوا همومهم ويبدأوا بممارسة هواية جديدة. تمثل هذه الرياضة في رمضان متنفسا للجميع، من ممارس لها وحتى الكبار الذين يكتفون بالمشاهدة والمتابعة. كرة الطائرة طبعا تعتبر مشتهرة، هذه الكرة في جميع يعني أنحاء العالم، هنا كثر فيها الشباب جميعا يجتمعوا للترفيه عن نفسهم، طيلة النهار تعب وصيام، وآخر الليل حياة وناسة ولعب وترفيه هكذا. ينتهي بهذه الرياضة اليوم الرمضاني قبل أن يستعدوا لوجبة السحور، ولكي تكتمل تجربة رمضانية معهم حرصت على مشاركتهم. عبد المحسن الحربي، العربية، محافظة حجة.